عظيم. ومدرسة من المدرسات أو مس من المسات بتوعك قالت لها البنت دي شقية جدا مشاغبة جدا، بتعمل حاجات غريبة في الكلاس مع زمايلها، بتتخانق، بتختلف، بتعلق. خالص. مين اللي وصلها ان انت كنت في حفلة في الصيف؟ احنا واحنا في الحفلة فوجئنا المدرس هناك واتكلمنا معاه، وبس فضل يقول لنا امشوا بس مش عايز كنت انا مدرس موجود. مبرر. يعني المدرس ده قال لكم امشوا من الحفلة دي، كان خايف عليكم مثلا وقت متأخر؟ انا كنت بايته في فندق، فانا ما كانش في حته اروحها، واهلي كانوا معايا، فاهلي اللي يخافوا عليا. ف بس انت بالفعل في الاوتيل. زمايلك ما مشيوش؟ لا احنا يعني معظمنا كنا بايتين في الفندق، ف يعني مشينا فين يعني. الحفلة دي كانت فين؟ في ال كايرو؟ في القاهرة. في القاهرة. فانتوا كلكم بايتين في الأوتيل وعادي. مش كلنا بس معظمنا. المدرس ده راح قال لها ايه بقى في وجهة نظرك؟ انا ما اعرفش، طب ما دام هو مكان وحش وسيء هو حاضر ليه؟ طب هو ممشيش ليه من باب أولى يعني؟ هو كمان المفروض انت لو مكان ده سيء جدا انت ما تشوفوش هناك؟ بالظبط انا ما اعرفش. كمل معاكوا الحفلة؟ والله احنا اتكلمنا معاه شوية وبس، ما اعرفش عمل ايه بعدين. ما ركزتيش معايا، مش شفتهوش تاني. انت واقف الحفلة وزيطة وزحمة وكده، فكل واحد في حاله بقى. هي ما كانتش حفلة اللي هو غشيمة وعادي، كان في ترابيزات وكان في ستيج وكده، ما كانتش حفلة اللي هو منظمة. ايوه. يعني مش من الحفلات مثلا بتقوموا ترقصوا وتقعدوا فهو اتضايق مثلا انتوا هترقصوا؟ انا عايزه افهم، معلش يا سند، سامحيني في لا سذاجه لا لا، السؤال، هو ما لكن دخلش، ده ملائم لسذاجه الموقف. هو اصلا ما عرفش يدخل عشان في age restriction، ايوه وهي الحفلة هو زي اي حفلة بتتعمل بيكون في ترابيزات ستيج دي جي بس. ف بس عارفين جيت لماما قلت لها انا مش بحضر في زي زمايلي، انا قاعده طول الوقت في المعمل. قالت لك ايه؟ طبعا لا طبعا، انا اتضايقت جدا لما حصل الموقف ده. انا ليه بنتي تتحط تحت الضغط النفسي ده؟ وهي عملت ايه اصلا؟ ولما اتكلمت مع مدير المدرسه قلت له دلوقتي ايه الوضع الغريب اللي احنا فيه ده، قال الموضوع مع صاحبه المدرسه. فانا قلت له لا، انا عايزه اكلم الاداره، انا بتكلم على اداره، انا مش بتكلم صاحبه مدرسه. في يعني مفيش حد بيروح يكلم اصحاب عمر المدارس، صح؟ بيبقى في اداره حد ممثل لصاحبه المدرسه وهو ده اللي بياخد القرارات وهو ده اللي بنتكلم معاه. فقال لي حاولي توصلي لها. قلت له هي ما بتردش على التليفون اصلا ولا عمرنا عرفنا نوصل لها، اشمعنى دلوقتي هنوصل لها؟ وفي الاخر قلت له طب دور لي، طب شوف لي ميعاد معاها لو سمحت. قال لي حاضر. الكلام ده من 10 ايام. خدتي الميعاد ما خدتش ميعاد. ليه؟ هي مش بتقابل حد، مش ليه؟ بتقابل حد بسهولة. امال خدت اكشن كده اللي بناء على ايه؟ فعلا احنا مش عارفين، فعلا احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ايه اللي بيجروا ده. لما جت سلمى حكت لحضرتك ده قلت لها ايه؟ قلت لها يعني استقت طبعا للي بيحصل، وقلت يعني وحاولت اوصل للمدرسة وحاولت اوصل للاسيستنت بتاعها اللي هي صاحبة المدرسة، ما بيردوش اصلا. وحتى لما تستفسري على اي حاجة، استفسرت منها من حاجات من شهر 6 ما بتردش اصلا، محدش بيرد، محدش بيكلم الاهالي اصلا، سايبيننا كده. طيب وكنت عايزة اضيف حاجة، اتفضل. اليوم الحفلة ده انا كنت بايتة في الاوتيل، انا كنت بايتة مع بناتي في الاوتيل، ومامتي كمان جت حضرت وتصورت معانا وبعد كده روحت. انا بت في الاوتيل، فانا كنت شايفه الحفله من اوضه نومي في الخطورة الاوتيل. في حفلة؟ مفيش خطوره في حفله، وبعدين انا مسؤوله عن بنتي، وبعدين دي في اجازه الصيف ومش باسم المدرسه. ازاي المدرسه بتاخد اكشن في حاجه خاصه كده بالاهالي؟ يعني الحفله مش باسم المدرسه، في اجازه المصيف، الام معاها، الجده معاها، الاخوات معاها، طب فين عايزة أقول مشكلتي؟ أنا لحضرتك نفسي أعرف فين مشكلتي.